تقول بأني أقوم أريد أقوم بزيارة لوالدي ووالد وإخواني وأخواتي كل عام في اليمن برضا من زوجي إذا وجد المحرم وتسهلت الظروف، فهل أعتبر مبذرة لأموال زوجي بسبب هذه الزيارات كل عام، علما بأنني لا أكلفه إلا في حدود طاقته وأنا لا أستطيع أن أقطع الصلة عن والدتي وأهلي أكثر من عام، فهل علي حرج في هذا السفر؟ ليس عليك حرج في هذا السفر، لأن هذا السفر سفر طاعة يقصد به بر الوالدين، وزوجك جزاه الله خيرا على مساعدته إياك، وهو مثاب ومأجور، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليه ما أنفقه على هذا السفر، ولا شك أن من أعان على خير فله مثل أجر فاعله. نعم.